الله ازيك يا لمبي؟ تعرفت ولا ايه؟ يا نهار ابيض خلصني يا عم متخف تعرفت ولا ايه؟ متخف خلاص انت هتفضحنا حرام عفنا افضل لي هيخرج على العناية مفيش زيارة قبل 3-4 أيام مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي تقدروا تتفضلوا يعني إيه نتفضل؟ أنا لازم أخش أطمن عليه دلوقتي حالا طلعوها بره طب اتفضلي أنت يا هاني فعلا مفيش داعي لوجودنا مقدرش إيه يا مدام يا مدام يا ريت تهدي والحمد لله إننا اطمنا عليه اتفضلي اتفضلي وسعك معايا مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه واي لعب مش هيكون في صالحك لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك تغرف منها وتاخد ده مخ الضابط بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي علشان يعيش كان لازم ننقله جزء ده من حد تاني لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص بس كان لسه مخه سليم سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة الليمبي يا الحقيقة يا دكتور المريض اللي عملت له عملية فاق ومبهدل الدنيا أنا الليمبي ويعمل لجنة الحاتم حاسس لجنانك تتصنع انت حاسس بايه؟ اهدى بس حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي مين ده يا دكتورة؟ انا اللمب مش عارفة انت واخد بنجي نام جمل البنجي ما بيأثرش فيا طبعا انت نقلتي له مخ من كيف جاهز انا الحاجة تدمين
الشكل ده مش غريب عليا. كهربت المخ زي ده جدا. يعني ايه هينور كمان؟ الله ده ضمن حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا خاله كده. طب انا اللب انا اللب ده ايه ده؟ هزعل دماغي هتبص كده حاجه من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فيه من ساعة البوم في بعضه ما عرفش، انا فاكره لقيت نفسي انه انت مش عارفني. انا اللمبي لما اخر حاجة اخليك تشاهد معنا حاجة اعطيتك انت كمان. والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجة عملتها معك نضفت الكبنيهات الكبنيهات الكبنيهات. يا عم انت انت مش عارفني. ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضل يا دكتور. اتفضلي. طب شوف جوزك عايز حاجة ولا؟ أنا له كوباية ليموناتو ليمونو. إيه هو حضرتك مش واخدة بالك من العملية اللي عملتيها ولا إيه يا دكتورة؟ والله العملية نجحت، وأظن أنت شفت مأمور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان مش المأمور بتاعنا يا دكتورة. إحنا مهمتنا إنقاذ المريض، سجين بقى مأمور سجن الفرودي مش عندنا. انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله اللي بتتكلم بيها دي يا دكتور. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس ما فيش فيه استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، ادي لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. اخر المتاجره في الاعضاء حصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور يا دكتورة غير سمعة. للأسف يا دكتورة انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجة عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيرة لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتورة برضو لك اسمك ومركزك وسمعتك، مش وشي بهدلة ولا انت وشي بهدلة. الاسم لمبي عبد الله احمد، 24 قضية سرقة لعمه فقط. الحالة الاجتماعية عزب ويقيم بشقة احد اصدقائه بالسيدة زينب. يا الواد ده مقطوع من شجرة وملوش متوى. فرصتك يا ادم. شوفوا طارت كده. انا اللي حاسس بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوب مش عارف اتوب. ايه اللي حصل لك انت سهران؟ لساعتك يا رياض باشا. انا مش رياض، انا لمبي. كنت انت قلت بيه كنت، انما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. فندم يا عم، هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ انا معروف، انا لسه كنت قدام المرايه في المستشفى دلوقتي جالي دخول في عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص بسيطك لمبي. عندك حق يا ابني. انا شخصيا
مش عارف اوصل لك الحكايه دي ازاي. الموضوع يا ابني الموضوع ايه؟ هموت ولا ايه؟ يا ريت يا ريت تموت تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكايه يا رياض فاشل. انا مش زفت رياض. يا ابني افهم، بعد الحادثه جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عمليه نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع نقل دعالية، نقل خفيف، نقل كوليا، انما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا ابني، ده اللي حصل. ما لقيناش الا جسم رياض باشا قدامنا، اضطرينا نحطك جواه. طب هتيجوا تاخدوني امتى؟ نعم بلاش دي، مستغربها قوي دي. يعني اللي بتقوله ده صح؟ بلاش دي، افرض ان انا الطاقة في دماغي وحبيت اصحنا، اقلع قدامه ازاي ده؟ ولا يهمك اقلع. اقلع ازاي؟ ده انا مكسوف له، هو اللي هيتعرى مش انا. يا سيدي مالكش دعوة. خلاص انت بقيت هو، هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. هو سعادتك الضابط اللي عمل العملية؟ انت بتهزر؟ ده انت عامل كارثة. هي حاجة بسيطة؟ انت فاهم ايه؟ ده من يوم العمليه والدنيا مقلوبه. مجلس الامن مجتمع، الامم المتحده. مجلس الامن؟ امال ايه؟ والامم المتحده؟ الامم المتحده. يعني ايه يعني خرج من المستشفى وهو في الحاله دي؟ ازاي؟ ما حدش شايفه؟ بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب، مرعوب ليه؟ انا فكرت ضابط قاعد في العربيه. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش وايه ده انا دي؟ ما حلقش دقنك ليه؟ انت اللي مسلمني الجته كده. جته ايه؟ انت بتبص تحت الرقبه اكتر. ما فيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس ماليش دعوه. انا رياض باشا بس. ايوه رياض باشا، انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس. لا بس عشان افتكر. بس عشان افتكر. اه واذا حد سالني اقول له رياض باشا بس عشان الضابط الزغنطر ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الضابط الزغنطر. انا الضابط الزغنطر. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. أتعب يعني ولا إيه ده؟ لا مش أتعب، يعني عشان أراقبك، يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا أعرف لك في حتة جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أضغطش أنا بقى مش مخ. أنا هنلعب مساكة. يعني عاوز أقول لك اطمن أنا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش، وانت رياض باشا مدير السجن. أنا فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن. مدير السجن؟ مدير لا معلش بقى. اركب اركب اركب. ده يعني اللي عندهم عربات حمراء يلبسوا على الخلق كده. اهلا يا مدام. اهلا يا مدام. يعني ايه رياض يطلع من المستشفى على الشغل؟ والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول، مش كده برضه؟ والله قال قلت له وصلني على البيت. من المزه دي؟ بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ روح انا ومين دي؟ دي مراتك. الله ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه ظن حد بقى. ايوه ده نهار انت ما قلتش ان انا متجوز قبل كده. مدام فيحاء. ده مين؟ مدام فيحاء. رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج على جاي. قلت الله خلاص. فيحاء اسمها ايه؟ فيحاء. فيحاء. ده معطر ده. مش اتفضلي يا مدام. من فضلك يلا. رياض انا عارفه ان انت زعلان مني. بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. صحيح ممكن اكون غلطت. بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده. رياض انت جوزي وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه. ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ انا قصدك عنا كده فكرتك بتكلمني في النوض عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ لا الفنج معصفر، البنج معصر يعني.
الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني. ايه ده؟ انت ساكنه في القناطر الخارجيه؟ استنى ومدى مدمازيل استنى استنى هو المكان ده غويط لا الحمد لله على السلامه انا هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح نعم هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح لا خد الشنطه برضه ايه بقول الشمس اللي منور الدنيا دي الليل اللي هاجم ده مبسوط بطبق او وقفل من وقفل في لجنة كلهم سألوا عليك في المستشفى والله دول كلهم ليك حق تفتخر بيهم انا نفسي لما بقف قدامهم بحس ان انا ام سو براود اكيد انت كمان سو براود اوف ذم صح نعم يعني هما اكيد يعني ولود حلال يعني هما مين دول دي العيله يا رياض لا لا عوي لا لا عوي انا معلش ما خدتش العمليه معلش انا عارف العمليه يعني بالظبط هي العمليه صعب متاثره دي انا بس انت عارفه يعني فتره هتعدي طب هما يعني هما مين كده ليه ده أنكل مازن ده فين بقى ده مازن ده أنكل مازن عميل نعم لسه واخد رتبة ليه ونصب وحتيل حديد وشايل رتبة ايه؟ نصب وحتيل هو نصب ياه ليه سواد يعني طب ومين التاني اللازم ده اللي هو واكل شيكولاتة كتير ده؟ ده أنكل توفيق توفيق؟ لا لا والله واخد حتة مخدرات يا لهوي وده ده والتاني ابو صباع تبشير ده عارف انا ده لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي مبقاش فيه ال ادهم بيع التليفون ايوه ادهم ليه؟ انت فين؟ انا خلاص انا هعترف انا فاضل لي 5 دقايق وهعترف اثبت انت دلوقتي رياض باشا ولازم تتعامل على انك رياض باشا ابوس ايدك لسه معرفاني على العيله دلوقتي كلها رتب فضل لهم جزعه ساكر واعلان الحرب ابوس ايدك تعالى خدني من البله دي لو زنقت في أي سؤال اطلع منه بأي حجة وأنا من نجمة هكون عندك ماشي من نجمة أنا مستني من نجمة لعزم يلا هتطلع تنام ولا زعلان زي عوايدك؟ هو لو حضرتك زعلانة أو متعودة على الزعل يعني أنا ما أقدرش أرفضك ايوه طلب يعني ممكن ازعل يعني يبقى اكيد لسه زعلان لا مش لسه زعلان خلاص لا ما هو من حرام بنوي بنوي بلال يا ما زي ما زي يا ما ده يا ما حاجه ده حاجه لا ما تمشي لا حد زعل بني ادم زي دي حد زعل بني ادم زي دي فالله 2 فولت وتنور تنقل على عينك بقى نام في الكبنيه في قلب الكنيف نفسه
عتب قال حتى الطريق اللي في حياتي اللي كان عندي استعداد ان احرم نفسي من الغطا عشان تستغطي، احرم نفسي من العشاء عشان تستعشي. قلت اللي زيك مش لازم يهمش اليوم الثلاث. ايه؟ ولا الاربع. بتقول ايه؟ بقول ايه؟ الزرينه اللي بره دي بتاعت ايه؟ يا عربية الشغل. شغل ايه؟ رياض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ساتر. فازوق كبسه. كابوسه. كابوسه تقعد زعل. كابوسه. كابوسه. ما. انا هقوم اغسل وشي من الصوفه بطنها اللي في صدرك ده. تيجي فين في حلقه اللمبي؟ شكته. ده انا اهو. ايه ده؟ انت حلقت؟ يعني حرتفت شوية يعني. رياض كده احلى بكتير. يعني كده احلى من ابسولوتلي. نعم ابسولوتلي. ابسولوتلي. حلوة قوي يا عيني. رياض على فكرة انا مستنيك في اوضة المكتب. انا انا جاي اسمعك الكلمتين اللي هتقف تقولهم قدام الطابور. فهمت؟ ايوه طبعا انا فهمت. ركز معايا عشان تحفظهم كويس. حاضر. هات ودنك. انت هتنيمني تنون طقطقيسي ولا ايه؟ طقطقيسي؟ اه. التنوين اسمه طقطقيسي. تنون طقطقيسي انت تقول تعالى بتعمل لي كده. بقول لك هات ودنك عشان ما حدش يسمعنا. حاضر. هات ودنك. دكتور انا لازم اشوفك. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش. بليز من فضلك. محتاجة اقعد اتكلم معاكي. خلاص اوكي. اول ما الرياض ينزل انا هكون عندك. باي. انا هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي. خلاص والنبي اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي. خلاص طب لا عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجه ولا عاوز تفهم. والله انت ايه؟ خلاص انا لم انا رياض. لا فاهم. لا انا بتعمل ايه؟ بعمل بعد لك عشان الزبلايه تبقى تمام. اسمه الزبلايه. الزبلايه. اسكت. حاضر. اسكت. حاضر. طيب وكان بيكلمني في ايه؟ ان شاء الله. داخل توزع اللبن. ايه اللي بتقوله ده؟ فتحته الساعه كام النهارده؟ هي ورشه خراطه. ايه طب مش عارف اقول ايه. حد سال عليا في السجن. مين هيسال عليك انت؟ طب اقول ايه؟ انا مش عارف اقول يعني ايه. مش عارف تقول ايه؟ طب انا مش حفظتك كل حاجه وفهمتك. مش من المرتبك. وايه المشهد اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كانت على الطابور من الرجل وانا جاي. دول خطفوا كيس السندوتشات مني. ومين ده كلاب؟ ده حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر. حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمانت؟ هم خرمانت. يعني متلخبطين كده. خرمانت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا وفشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامها ولا ايه؟
شو ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا. نفس؟ ما انت اللي مش عارف تفهمنا اي حاجة اعمل ايه؟ شكت شكت تحت. تمام يا فندم. الضيف وصل. طب روح انت. خلوهم يفضلوا هنا. روح انت. اتفضلوا فين؟ وانت ينفع تسيبهم كده؟ هم مين دول؟ مش جايب اهلك يفرجوا على السجن برضو؟ هتشل. لا والله طب انا عامل ايه لما انت تتشل؟ حد بيجيب اهله يفسحهم في سجن؟ يعني يمكن تغيير ولا حاجه. ماشي هنسى سعادتك يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا اتفضل. عارف سعادتك ده غير حضرتك ان هو واسع الاطلاع وعلى درايه بامور كتيره ودارس علم نفس. هو رياض باشا ازاي؟ رياض باشا حضرتك لو تعرفي ايه امشي انا ولا حاجه؟ لا يا فندم اتفضل سعادتك. لا اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل خلصنا. ورياض باشا يعني من الاخر اول ما تشوفوه هتحبوه على طول. انت حسنة المجتمع وطفلة الحشرة حمار. اوعى تتفكر ان الحادثة اثرت على دماغك. بالعكس ابسولوتلي انا اللي اثرت على الحادثة. حادثة عملت دماغ ودماغ جامدة كمان. يعني انا بحب دماغين. يعني بالمختصر المزيد تتلزم بالقوانين تبقى صاحبه وحبيبه وكفاءة. تغلط يا ريت عشان امسكك اعصرك انزل منك اطفال احداث. انتوا متعرفوش مين هو رياض البنطلوني. رياض البنطلوني يعني اصغر مدير سجن حصل في تاريخ البني ادمين. رياض البنطلوني اللي شايل قلبه وحاطط مكانه علبه بولاك اسود عليك وعلى دماغ اللي جابوك لفه هذا التوهم. لفه ثانيه انت قد ما شربته من فتره قبل كده من ست شبرات. ايوه انت جاي في ايه؟ عربيه خضار. وانت في عربيه خضار برضو؟ انت بتشم خضار يا ده هو عسول. تعال خد الاثنين دول رحلهم على زنزانه سوق العبور. يلا انت بقى معلمين خلاص زمن خلاص انتهى. ما حدش فاهم حاجه. تسع ساعات ده انت اهو. انا هرعبكم. انا اللجنه اتنصبت يا فندم. لجنه ايه؟ اللجنة يا فندم. لجنة ايه؟ احنا ما اتفقناش على اللجان. احنا يا فندم لجنة حقوق الانسان. لجنة حقوق الانسان ايه؟ انا ما اعرفش ايه ده يا فندم. لجنة حقوق الانسان اللي جايه تناقش اوضاع المساجين. اللي جايه تناقش اوضاع اللي جايه فين؟ اتفضل فين. دكتور بيتر انثروبولوجي. اوكي دكتور رؤوف سيكولوجي. بركي Io vorrei dire due parole. Voglio dire che siamo molto molto contenti di quel bel carcere, di quella bellissima visita che l'abbiamo fatto qua. Come avete fatto quel mettere a posto questa tutta gente, dottoressa Bea Sociology? Atulla corso todro kaboga. Dottor Ahmed Hassouna. Tahya Masri ya am. نجاح اي مجتمع يتوقف بالدرجه الاولى على عده مقومات اهمها السلوك الانساني في التنظيم ودوافعه. وهنا يجب ان يتوائم سلوك الفرد مع سلوك المجتمع. ولكن اذا لم يحدث هذا التناغم الذي يصب في بوتقة الحرية فإن ذلك يرجع لأحد الأمرين. حاجة زي الأولى كده حاسس انها علبة بودرة. لجنة لحقوق الإنسان حري بنا حريم. شفت الناس اللي جنبنا دي تبقى مراتها سلام. ما قالك حريم بنا؟ حريم بنا عن اللي جنبك ده. خارجين على سلوك هذا المجتمع يجب ان يستنشقوا هواء نقيا. ولكم يسعدنا ان نستمع الى تعقيب من الجنرال مانجر رياض المنفلوطي. فليتفضل. انت بقول لك مزنزر اللي يطلع. مش مزنزر. انت الجنرال مانجر. انا نطلع انا. شغال مبيت حشري. ده ما هو ذاك الكوتة. برد استر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بحب أشكر الأستاذ البني آدم اللي كان بيتكلم من شوية. وأقول له إن أنا يعني